السلام عليكم. احنا هنشرح الخطوات بتاعة تشغيل الكولر اي دي للسنترال TS-28 من العدة المميزة. احنا مركبين كارت زي الرقم الطالب زي ما شفنا، وهنجرب دلوقتي. هنطلب النمر العالي للسنترال، مفيش اي تفاصيل ظاهرة. هنبتدي نعمل خطوات البرنامج اللازمة عشان يشتغل يظهر رقم الطالب. أول حاجة هنعملها هنفتح البرنامج بروجرام نجمة مربع باسورد 1 2 3 4، ده الديفولت باسورد. أول خطوة مهمة بالنسبة لنا هي الخطوة رقم 900، اللي هي كولر اي دي اساينمنت. بحدد اي خط خارجي هاكتف الكولر اي دي عليه واي لا. احنا طبعا هنشغل اول 3 خطوط. ادي الاول انيبل، تاني انيبل، تالت انيبل. هنخرج من البرنامج، هنجرب نطلب تاني. ابتدت تظهر نمرة على الشاشات ما عدا شاشة العدة العادية. يبقى احنا عايزين نعمل الخطوة بتاعت SLT Caller ID. بروجرام نجمة مربع 1 2 3 4، خطوة 628، SLT Caller ID، جاك نمبر. شوف الجاك اللي انا عايزه. انا عندي جاك 11 الحقيقة، عليه العدة العادية. select enable اوكي. نجرب كيف تظهر على العدة العادية، وبلاحظ ان الكود بتاع الخط الخارجي موجود معاه. زي ما شفنا خطوتين اللي هم 900 و910 و628. خطوة 910 احنا ما عملناهاش، ورغم كده ظهر رقم الطالب، لان خطوة 910 الديفولت بتاعها كولر اي دي تايب، ان الديفولت ان كل الخطوط جاية FSK، وده الوضع بالنسبة لنا بالنسبة للخطوط العادية. لكن بالنسبة لخطوط الموبايل، لو انا عندي جهاز بريما سيل موصله على السنترال، هبقى محتاج اخليها DTMF. فلو فرضنا ان اول خطين عندي خطوط هاي، اول خط التالت جاي من بريما سيل يعني خط موبايل، فانا هروح للخط التالت وهغير ال FSK دي، هخليها DTMF واعمل ستور. كده يبقى الخط التالت هيستقبل DTMF من موبايل. باقي الخطوات بتاع اظهار رقم الطالب احنا قلناهم قبل كده، لكن هنمشي عليهم دلوقتي واحدة واحدة ونشوفهم. قلنا اول خطوة 150 SLT كولر اي دي سيجنال، ده نوع العدة العادية. كولر اي دي على العدة العادية ايه؟ انا بحدده وعندي 4 اختيارات حسب نوع العدة العادية. طبعا زي ما احنا شايفين هي اشتغلت اوتوماتيك الديفولت بالنسبة لها اوكي. الخط عدة الخطوة 151 كولر اي دي لاين اكسس نمبر، ان انا زي ما شفت كده جاني التسعة مع جنب الرقم، جنب رقم الموبايل، عشان لما احب اعمل كول باك يبقى هيتعمل 9 ويتسحب الخط وبعدين تطلب النمرة. لكن انا ممكن الغي ان التسعة تظهر ويظهر بس الرقم لوحده.
ودي خطوة 151، وهنشوف دلوقتي ايه التغيير اللي حصل بعد ما عملنا الخطوة دي disable. ابتدى الرقم يظهر على طول من غير ما يبقى فيه 9 في الأول، لأن أنا في 151 لغيت إن يبقى الأكسس بتاع الخط موجود. هنشوف باقي الخطوات. الخطوة 901 كولر اي دي اريا كود حسب المحافظة اللي انا فيها، اخزن الكود بتاعي الاريا كود بتاعتنا في القاهرة 02 عشان يعرف ان دي مش محتاج فيها كود، لان لما بنيجي نطلب بعض داخل القاهرة ما بنحطش 02 من التليفونات العادية، احنا ممكن نحتاجها لما نيجي نطلب من موبايل لكن من عادي لا، فهفهمه ان احنا في الاريا دي بالتحديد. طيب 902 الموديفيكيشن اللي انا عايزه يعملها على اللوكال اريا بالنسبة للكود الاولاني اللي هو بالنسبة لزيرو اتنين، يدليت كام ديجيت؟ يدليت اتنين اللي هما كود محافظة القاهرة اللي هو 02، يأد ايه؟ مفيش اي اد، واعمل ستور. 903 كولر اي دي لونج ديستانس كود، يدليت اي قد ايه ويقد ايه، طبعا بيدليت اول تو ديجيت لان احنا ما نعرفش الكود اللي هي جاية بيه، وبعدين بيقاد الزيرو زيرو لان احنا بنيجي نطلب دولي من مصر بنحتاج نحط زيرو زيرو. كده تبقى المكالمات الدولي جاهزة. لو حبيت اعمل كول باك محطوط فيها الزيرو زيرو بتاع الانترناشنال اكسس كود من عندنا من مصر. 904 كولر اي دي بريوريتي، اختار جاك يظهر بالاسم ولا بالرقم، لو الرقم ده متخزن عندي على السبيد دايل وانا حطيت الاسم بتاعه في 011 واتصلت النمرة دي علينا هيبتدي الاسم يظهر على الشاشة. طبعا كل الجاكات جاية الديفولت ان هو يظهر باي نيم. خطوة 905 اوتو زيرو ات، دي لنيوزيلندا مش للاريا بتاعتنا، بيضيف زيرو اوتوماتيك جنب الارقام اللي جت اكتر من 10 ديجيت، فدي مش لينا خالص. 908 كول لوج اساينمنت بالنسبة للجاكات، كول لوج اساينينج او اساينمنت بسمح للجاك ده يشوف الكولر اي دي اللي متخزنة في الكومون اريا ولا بس البيرسونال اريا بتاعته، فلو انا عايزه يشوف المكالمات اللي اتخزنت في الكومون اريا هسمح له واخليه انيبل هنا، هو الديفولت ان كل الجاكات تقدر تشوف اللي في الكومون اريا. 910 كولر اي دي تايب، ودي احنا شفناها قبل كده اللي هي بغير من اف اس كي دي تي ام اف. الحاجة المهمة دلوقتي اللي عايزين نقولها ازاي من العدة اخزن مفتاح يبقى كولر اي دي، بروجرام بعدين مفتاح وبعدين ست عشان يديني انديكيشن، واختار مفتاح تاني اخزن عليه 7 عشان اقدر اشوف منه الداتا. كده انا خزنت على المفتاحين، هخرج من البرنامج وهطلب واشوف ايه النتيجة الجديدة. ثلاث تليفونات ظهر عليهم رقم الطالب.
المفتاح اللي انا برمجته وحطيت عليه رقم 6 نور لما جت مكالمة ما تردش عليها، بمعنى ان انا في عندي مكالمة ادي تفاصيلها، جات يوم 18 فبراير الساعة 4:06 بعد الظهر. انا برمجت مفتاحين، مفتاح يديني انديكيشن لو جات لي مكالمات على الكولر اي دي وانا ما شفتهاش ما ردتش عليها، ومفتاح اقدر اشوف منه تفاصيل المكالمات ايه الاولد والنيو وعلى البيرسونال اريا ولا فين. ده هنا بيقول لي ان انا عندي مكالمتين جداد جم وبيبتدي يجيبهم لي، لكن ده مجرد انديكيشن ان في مكالمة جت.